تبعات صافرة الحكم الميدان تضيع الكرة ركباني كانت قدفة قوية من ركباني تضيع الكرة يعني تتصدها بشكل جميل اللاعب الحارس شريبو أيبي هو الاستاذ نعم أيبي كانت تسديدة مباشرة في يد الحارس بون بلال حميد دوشي تصدها الكرة كل براعة الآن حارس يعني بمواصفات الحارس متألق برافو برافو الهدف الأول للكتيبة التطوانية عن طريق اللاعب رقم 7 هو يوسف الفونتي يوسف يسجل الهدف الأول يعني الحارس شريبو صد الكرة بكل براعة مرتين لكن الكرة عدم تلقي هدف التعادل ما زال الكرة الآن قنيطرية عند اللاعب معاذ سنة سديدة ولا أروع من اللاعب حلاق لكن بونو تتصدى بكل براعة الكرة هذه يعني بكل صراحة شفناها مجموعة من المقابلات مات المدرب يعني تطبقوها اللاعبين ديال هدف التعادل يعني كانت كرة مباغتة من خلال تسديدة قوية لأحيبي تعطي هدف التعادل بعد حظ إذن تعادل 1-1 تعادل القول ديال الإشادة بهاد التقنيك سليمان يعني تسديدة من سليمان والحارس الشريكو تتصدى بكل براعة يعني خص اللاعبين من يعني نفتح خير بهذا المركز داخل المملكة المغربية وأيضا قاعة احترافية الهدف الثاني للأسود الخبازات يعني تسجيل الهدف الثاني بطريقة جميلة يسجل هدف دائما هو معاذ السنة معاذ لكن تضيع مازال كرة والهدف الثالث يعني كرة ثنائية ما بين اللاعب أنس الطيبي ومعاذ السنة تعطينا هدف الثالث 3-1 لفائدة أسود الخبازات مباراة تشتعل مباراة رائعة نتيجة طلب وقت مستقطع من أجل الهدف الثاني للكتيبة التطوانية هدف ثاني مسجل هدف هو رقم 9 هو مسجل هدف هو سليمان أمهاج يسجل الهدف الثاني تتحول النتيجة 3 أهداف لهدف دائما على تعليق هذه المقابلة محمد دحمان كانت فكرة جميلة من لاعب سليمان اللي تقدم كرة يعني من ذهب للاعب لكن فوق المرمى اللي حارس شريكو اللي يحيد الكرة يعني بشكل جميل جدا مازال كرة تطوانية شوف التسديدة هدف التعادل عن طريق اللاعب رقم 9 هو اللاعب سليمان يسجل هدف التعادل سليمان تعطيه المرتدة الهجومية للفريق التقواني والتي يحاول يمررها ونهاية المقابلة بالتعادل 3-3 بين الفريقين ممثل الحمام البيضاء التطواني وايضا اسود خبزات الى هنا يعني نعطي نهاية المقابلة بالتعادل ايجابي 3-3 الى اللقاء.